بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية والعالم أجمع بالخير واليمن واليسر والبركات. وأخيرا حصلنا على درع اليوتيوب. أخيرا حصلنا على درع اليوتيوب. درع اليوتيوب يعني في حد ذاته يعني في حد ذاته يعني طبعا حاجة مشجعة، يعني انك انت قدرت تتعب في كام سنة والناس ديت رغم ان هي حاجة رمزية يعني، ولكن هي تفرق معايا انا افضل من الحاجات المادية اللي بيعملوها، لان الماديا قنوات العلمية ماديا يا جماعة اللي عايز يشتغل فيها للأسف الشديد ما بتجيبش حاجة خالص، لان الجمهور العربي نفسه يعني لا يستهويه القنوات العلمية، ولكن يستهويه حاجات تانية يمكن كلنا عارفينها، خصوصا طائفة الشباب يعني. تمام، اللي هو حابب يعمل قناة زراعية أو حاجة، في عدة وسائل. إذا كنت بتبحث على مال فهي ما فيهاش مال بصراحة. إذا كنت بتبحث يعني على إن يكون في تواصل ما بينك وبين الناس، وإن يكون في أفكار فعلا عايز توصلها للناس، وان في حاجة كويسة يعني قادر انك تشاركها مع الناس، يا ريت ما تتأخرش وتقدر تعمل قناة زراعية. ولما تعمل قناة زراعية القصة مش قصة تحط لي اعلانات. طالما انت بتقول لواحد تحط لي اعلانات على القناة بتاعتك، يبقى انت مش قصة بقى انك بتخدم، لا انت هي ربح مادي. فربح مادي هي تجيب لك في الشهر ده يوم يعني ما توصل للقمة توصل لك 100 دولار ولا حاجه يعني، ده بعد 5 سنين شغل يعني. تمام، ده في حاله ايه؟ في حاله ما حضرتك تكون صادق في المعلومه بتاعتك وانك انت راجل ماشي زي السي. ما تبقاش تحط عنوان صادم وندخل نلاقي تهريج، يعني السر الذي يخفونه عنكم اصحاب المشاتل، وتدخل تلاقي شلات الحديد. ايه الكلام الفاضي ده؟ ده كلام فاضي، كلمه بنقولها عابرة يعني في أي فيديو يعني. إذا فأنت بتغش الناس. تمام، وفي الأول وفي الآخر هو كسب إيه؟ كسب مادي مش أكتر يعني، مش كسب معنوي. صدقني قناة اليوتيوب كانت يعني غيرت فيا حاجات كتير يعني. تمام، يعني ممكن تكون يعني الحمد لله جابت لي شغل. جابت لي شغل، مش هنكر إنها جابت لي شغل. بس اللي خدك عشان تشتغل ده هو في الشغل بتاعك ده راجل برضه اقتنع بالكلام اللي انت بتقوله. تم في مليون واحد بيقول غيرك يعني، مش انت لوحدك يعني. ولكن لما بتشارك مثلا، انا النهارده بمسك علبه البطيخ دي واقول والله البطيخ ده هو بطيخ سكاتة، والبطيخ السكاتة ده هو مع الانواع التانية كذا وكذا وكذا، هو مميزاته وعيوبه كذا كذا كذا، الافضل معاد ان انا نزرعه كذا كذا كذا، وبزرع قدامك، وان البطيخ ده هوت والله هيروى في الاول ري خفيف عشان نعمل مجموع جذري، وبعد كده هنزيد الري شويه. طبعا ما حدش بعد ما في الفيديو قول لي اشرح لي على البطيخ، انا شرحت كتير. تمام، والمكافحه بتاعته هتكون كذا، والتسميد بتاعه هيكون كذا، والعمليات الفنيه اللي لازم تتعمل هتكون كذا. كل الحاجات دهيت هتلاقي نفسك يعني برنس، وتلاقي فعلا في مصداقية في كلامك، وفي ناس بتحترم أقوالك وبتحترم أفعالك. تمام، طيب امتى لما بقى وهتلاقي اليوتيوب برضو هيديك الايه الدرع ده هو برضو. تمام، طبعا باسم بانوراما زراعية، وعليه طبعا ال 100,000 مشترك طبعا. تمام، هم طبعا ال 100,000 مشترك في عالم اليوتيوب ما همش حاجه، ولكن في القنوات العلميه لا، دول حاجه كبيره وكبيره جدا كمان. تمام، فدي حاجه. الحاجه الثانيه في اخواننا برضو اللي عايزين يشتغلوا، النظره ما ينفعش يا جماعه، يعني ما ينفعش اجيب كتاب، اجيب ما فيش احسن من التلقائيه، واعتقد ان التلقائيه ديت يعني من سر نجاح بانوراما زراعيه. تمام، ما اجيبش كتاب واقعد احط ورا الكاميرا كده واقول والله البوتاسيوم ده عسكري المرور في النبات، والكالسيوم ده والله بيعتبر الاسمنت والصلبوخ او الزلط، والكلام من الكلام ده يعني قد اكون قلت حاجه زي كده في الاول، ولكني بكل امانه انا غير راضي عنها بسبب واحد بس، ان انا مش ما بحبش اميع العلم، وتمييع العلم صدقوني اي علم، ان كان علم ديني، ان كان علم في السياسه، ان كان علم في الاقتصاد، ان كان علم في الكيمياء، في الفيزياء، تمييع العلم
تمام. في فرق بين انك تميع علم وانك توصل معلومه ببساطه. ده لازم تكون يعني الحته دي انت حاططها في دماغك. تميع علم حاجه وانك توصل معلومه ببساطه دي حاجه تانيه خالص، تمام. فالمعلومه ببساطه ما عودش يا جماعه، شوف يعني انا لما اتكلم مثلا عن العناصر الغذائيه، العناصر الغذائيه دي يا جماعه الخير هتلاقيها كلها طبعا مترابطه ببعضها، وهتلاقي التشابه فيما بينها وبين بعضها، ما بين العناصر الكبرى والعناصر الصغرى، تمام. ما تقعدش تهري في امسك البورن احط له 500 موال، لا يعني اختصر. هو البورن ده، هو الراجل ده مختص بحاجه هو بيفيد بيها، بس انه حرك لي الانزيمات اللي في النبات كلها، وحرك لي حبوب اللقاح ويساعد في دي القصه ديت وبس. ما تقعدش بقى تقول لي هيعمل كذا ويخلي كذا، لا دي 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 الفلاح المزارع مش عايز كده. المزارع عايز علبه الفوليوم دي بتاعت ايه؟ والله دي بشركه باير، تمام. علبه الفوليوم دي بتاعت ايه؟ بتاعت النيماتود، بتكافح النيماتود. طب المعدل منها قد ايه؟ كذا. يعني دي هتحط منها كام؟ دي ال 1000 متر مربع، تمام؟ ل 1000 متر مربع، تمام؟ ممتاز للنيماتود. يا تتحط قبل الشتل مثلا، وظيفه للطماطم، تتحط قبل الشتل بثلاث ايام، يا تتحط بعد الشتل باربع ايام، بثلاث ايام بره، تمام؟ وبنحقن الحقنه الاولى في الاول، وبعد كده بنحقن بعدها بشهر، بنحقن الحقنه الثانيه على حسب وجود النيماتود عندي او على حسب التعداد بتاعه. يبقى المزارع هنا ايه؟ فكر كويس. طيب ما اروحش بقى اقول له والله التسميد الحيوي ده ما فيش بعد منه، واقوم زي الدكتور الخايب كده ادي له علاج كذا وعلاج كذا وعلاج، واللي ما يجيش من ده ما يجيش يجي من ده. الكلام ده يا جماعه الخير ما ينفعش. المخ والضمير والكلام ده كله، انا لما اقول حاجه زي كده بقول انا عارف المركب ده استخدمته مره واثنين وثلاثه، وعارف ظروفه ايه، تمام. هو غالي؟ اه غالي، اه. بس ما اروحش اقول لك والله المركب ده هو تسين من المركبات، اداريهولك خالص اهو عشان ما تقولوش اصلا سين من المركبات ده هو لو رشيته هيعمل لك كذا 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 في ثلاث ايام. اذا ثلاث ايام ثلاث ايام مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. ازاي طيب؟ يعني هو النهارده يعني الطفل اللي بيرضع طبيعي زي الطفل اللي بيرضع صناعي؟ استحاله، لا الاستحاله صحيا يكونوا زي بعض، تمام. هل الطفل اللي بيتولد النهارده زي الطفل اللي بيتولد من 20 سنه؟ لا، في فرق بينهم كبير. احنا غير الجيل اللي ورانا، رغم ان الجيل اللي ورانا مرفع، ولكن الرفاهيه دي دخلتهم ان هو شويه الانفلونزا ممكن قعدوه 15 يوم في السرير، اللي زي حالتنا بياخد الثلاث ايام وهو ما شاء الله عمال بيفر عادي. ليه؟ لان احنا جهاز المناعه بتاعنا اساسا يشتغل على 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 بيئه، يعني بيئه طبيعيه، ما كانش فيها تلوث، ما كانش فيها بتاع. كذا النبات يا جماعه الخير، يعني الكلام كتير والله، كلام كتير وكتير جدا كمان، ولكن ديت يعني المختصر المفيد يعني، او الكونكلوجن يعني، او الابستراكت الملخص، ان كل واحد يتقي الله في عمله، وان الصغير يهدى ويطلع السلم درجه بدرجه. ونصيحه للصغير برضه، كان مهندس او طبيب او غيره، لا تقارن بداياتك بنهايات الاخرون ابدا. ده الاخر هو التعب، وبينه وبينك 20 او 25 او 30 سنه سن، فرق سن، هو درس فيهم ومارس الحياه وكده، انت برضو لسه يعني، فما تستعجلش قوي، والامور صدقني هتبقى معاك كويسه ماديا ومعنويا وكل شيء جاي لك. بس ايه يعني، كل شيء قدر من عند الله سبحانه وتعالى، فتنتظر قدر ربنا واحده بواحده كده يعني، ما تستعجلش. بانوراما زراعيه افادتنا كتير، ولو افادت ناس انا اساسا يعني استفادت مني والله انا مبسوط جدا، ولكن بامانه الله ماديا ما تحطهاش في بالكم. وبعدين اصلا المشاهد العربي في حاجه اقولها اخيره، انا والله امبارح منزل فيديو، امبارح نزلت فيديو من اروع الفيديوهات اللي نزلتها، والله اللي هو عن ظاهره القلب الاجوف اللي في البطيخ، وترجمت حوالي اربع او خمس ابحاث عالميه، واخدت منه كل بحث الحته الكويسه اللي فيه، وعملته فيديو امبارح جاب 1000 مشاهده. تخيل 1000 مشاهده. طيب على النقيض، على النقيض، انا كنت ماشي في مره في البطيخ،
وقلت ازاي بنعمل النفق بتاع البطيخ، وحطيت دقينا السلكين وحطينا في المصورة. ما قلتش حاجه، حاجه بسيطه جدا، لقيته جايب 50,000 مشاهده تقريبا. يعني انا والله بصيت عليه من زمان، ده بقاله شهرين تقريبا جايب حوالي 50,000 مشاهده، مع ان ده تعبت فيه وده عملته وانا ماشي. فاللي عايز اقوله ان المزارع العربي يعني مش عايز، هو عايز المعلومه التكاوي يعني او السريعه كده، مش عارف يعني مش عايز التعمق او المعلومه اللي هي تقترن بعلمي يعني. ده اللي انا حابب اقوله لكم، وكل عام وانتم بخير ومبروك عليكم طلع اليوتيوب.